مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ألوان. في هذه الحلقة سنذهب إلى شرق آسيا لنتعرف على ندرة المياه هناك، كما سنذهب إلى الفلبين لنتعرف على صيد من نوع آخر. نذهب بعدها برحلة كالمعتاد مع ألوان حول العالم. والآن لنبدأ معا حلقة اليوم. حلقتنا اليوم ستبدأ بالتحدث عن الماء، ففي هذه الفقرة سنذهب إلى شرق آسيا لنتعرف على ندرة المياه هناك، كما سنتعرف على الطرق المتبعة لحل تلك المشكلة. إنها فقرة ممتعة فتابعوها معي. المياه أثمن مورد حياة لنا، تنضب يبالغ في استغلالها وتلوث ومن ثم تتناقص، وحيث يؤدي النقص في المرافق إلى تزايد خطر بالإصابة بالأمراض. في آسيا أدى التصنيع السريع إلى جانب الزيادة الضخمة في عدد سكان المدن على مدى 20 عام الماضية إلى وضع ضغوط لا تحتمل على الموارد المحلية، كما أدت التنمية العشوائية إلى انخفاض مستويات المعيشة بصورة عامة، ومن ثم حدث اكتظاظ سكاني زاد بدوره من مستويات تلوث البيئة بدرجة كبيرة. هذه هي الحالة بالنسبة لمدن مثل بانكوك التي تقع في منطقة سهلية حيث يحدث الفيضان السنوي، وتطلب التوسع السريع ثمنا باهظا، وربما لا يكون هناك نقص في المياه، ولكن بانكوك التي تأوي الآن 10 سكان تايلاند موبوءة بالتلوث وبانخفاض الماء. التلوث أيضا في العاصمة الهندية نيودلهي يضرب في الأعماق. دفعت خطورة الوضع هيئات المياه في آسيا إلى السعي إلى التوصل لحلول ممكنة يكون لها أثارها بالنسبة للمدن في بقية دول العالم النامي. Metro Manila and other megacities would benefit from better planning and greater funding for the development of new sources and the conservation of existing supplies. The population of the Filipino capital could reach 11.5 million by the year 2000. مانيلا ومدن ضخمة أخرى ستستفيد من التخطيط الأفضل ومن توفير أرصدة أكبر لتنمية موارد جديدة مع الحفاظ على الإمدادات الحالية، ويمكن أن يصل عدد سكان العاصمة الفلبينية إلى 11 مليون ونصف مليون نسمة بحلول عام 2000، ويعيش الآن قرابة 3/4 مليون في أحياء فقيرة عشوائية. أكثر من نصف كمية المياه هنا لا يعرف مصيرها، وذلك بسبب الرشح والاستخدام غير المشروع وأخطاء القياس. الكثير من سكان المدينة الفقراء يدفعون ثمنا غاليا للحصول على المياه، وحوالي 70% من الأسر يشترونها سواء من الآبار أو توصيلات الأنابيب، وليس من المستغرب أن تشاهد أعدادا من الناس يصطفون للحصول على هذا السائل الثمين الذي يباع للمنازل عن طريق الباعة الجائلين الذين يطلبون ثمنا يبلغ 20 أو 50 ضعف الثمن الذي يقدر بالعدادات. Delhi has only inadequate supplies and groundwater is fast decreasing. تعمل السلطات على عدم مركزية العمليات ليتسنى لها تحديد كمية المياه المفقودة قطاعا بقطاع، وهناك أيضا على لوحة الرسم خطط لتطوير موارد جديدة للمياه خارج المدينة. في دلهي هناك حاجة إلى إجراءات جذرية شاملة لمعالجة النقص في إمدادات المياه، وفي العقد الأخير من هذا القرن سيزيد عدد السكان بمقدار الثلث، إذ سيصل العدد إلى حوالي 13 مليون نسمة. رغم أن دلهي تقع على ضفاف نهر يامونا فلا تتوفر إمدادات كافية، كما أن المياه الجوفية تتناقص على نحو سريع، و10% من السكان لا توجد لديهم مياه أنابيب على الإطلاق. Apart from subsidence which may be due to the excessive pumping of groundwater in the past, the city has a dire shortage of adequate sewage disposal and wastewater treatment facilities. Add to this heavy rainfall and high tides. تتمثل استراتيجية الحكومة في إقامة الصناعات التي تؤدي إلى تلوث البيئة بعيدا جدا عن العاصمة، وتأمل في أن تؤدي إقامة مشروعات سدود جديدة إلى التخلي قريبا عن طرق التوزيع غير المفيدة،
وعندما تكتمل تلك المشروعات فقد تساعد على الوفاء باحتياجات المدينة الضخمة، ولكن فقط لعقدين من الزمن إذا ما استمر عدد السكان في النمو بالمعدل الحالي. والوضع في بانكوك مختلف جدا، رغم أنها هي أيضا مدينة حضرية تعاني من نفس المخاطر البيئية المزمنة، ولكن لديها مشكلات معينة أخرى. فنظرا لأنها تقع في دلتا نهر تشاوفرايا ولا تبعد كثيرا عن البحر، فإن المدينة تغرق ببطء، إذ تهبط كل عام بنسبة 10 سنتيمترات أخرى أو أكثر في بعض المناطق. إلا أن السلطات المدنية في بانكوك تبنت إجراءات متعددة النواحي بدأت تأتي بنتائج مجزية، ويبدو الأمر كما لو أن بعض المشاكل قد تم السيطرة عليها على الأقل. جيمس روكيت مدير قسم إمدادات المياه والتنمية الحضرية في بنك التنمية الخاص بغرب آسيا يقول: على جانب الطلب، يتعين على المرء أن ينظر في خيارات مثل حفظ المياه وإدارة الطلبات عن طريق وضع الأسعار وإعادة استخدام المياه. أما على جانب العرض، فيتعين على المرء أن ينظر في خيارات مثل تطوير مصادر جديدة والتكنولوجيا الخاصة بإعادة استخدام المياه. لكن الإجراءات يجب أن تتخذ الآن، ويشير تقرير حديث إلى أن واحدا من كل 3 أشخاص في العالم سيواجه ندرة في المياه. في هذه الفقرة سنذهب إلى الفلبين لنتعرف على صيد من نوع آخر. إنه ليس صيد للطيور أو للأسماك، إنما صيد للأعشاب. ولكن بما تفيد الأعشاب يا ترى؟ دعونا نشاهد معا هذه الفقرة ونكتشف هذا سويا. في الشمس اللافحة في جزيرة سيبيو، يجفف العمال الفلبينيون محصولا جديدا يدر عليهم المال، الأعشاب البحرية. سيتم تجفيف هذه الكمية لتستخدم كطعام للحيوانات الأليفة. الكلاب يحبون هذا الطعام، كما أنه يظهر أيضا على موائد الآدميين، ولكن ليس بهذا الشكل ربما. وإدراكا للقيمة التي ينطوي عليها هذا العشب البحري، فقد جلب دخلا لكل من يعمل في هذا المجال. وبعد تجفيف العشب البحري، تستمر عملية تحويله ببطء إلى مادة غذائية مهمة تضاف إلى الأطعمة، ويجري ذلك في المصنع ثم في المعامل ذات التكنولوجيا المتقدمة، ويتم تحويله في نهاية المطاف إلى مادة الكراجن، وهي مادة هلامية موازنة تستخدم في جميع أنواع المنتجات بدءا من الآيس كريم وحتى السشق. في الماضي كانت مادة الكراجن ترسل إلى الخارج للتنقية، أما الآن فإن هذه العملية تتم في شركة موجودة في الفلبين تستخدم التكنولوجيا اليابانية، ويجري تصدير معظم المنتج إلى الولايات المتحدة أو اليابان. السوق العالمية لهذه المادة الإضافية تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليون دولار في السنة، وحوالي 10 الكمية ينتج في الفلبين، وهذا القدر يمثل كمية كبيرة من الأموال وكمية كبيرة من الأعشاب البحرية. ولكن ذلك المصنع لا يمثل سوى مرحلة واحدة في عملية الإنتاج، وهذه العملية تبدأ بالعشب البحري الخام الذي ينمو فوق الجزر والتي تبعد أميالا من سيبيو. هناك 30,000 فرد من مزارعي الأعشاب البحرية المنتشرين في أنحاء متفرقة من الفلبين، وتسعى الفلبين جاهدة في تقليد النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الدول المجاورة لها في جنوب شرقي آسيا. والآن تتطلع الفلبين للاستفادة إلى أقصى حد من جميع مواردها، والأعشاب البحرية واحدة من تلك الموارد. لقد أحدثت تلك الصناعة الجديدة تغييراً في حياة الجزر الأصغر حجماً، فمزارعو الأعشاب البحرية يكسبون حوالي 200 دولار في الشهر، وهو يمثل ضعفي متوسط الدخل بالنسبة لعمال الزراعة. بانسون دكي رجل الأعمال الفلبيني الذي طور تلك التجارة أصبح الآن مليونيراً.
ده كي فخور بالاستقبال الحار الذي يلقاه في الجزر، وقد أدى المال الناتج عن المحصول إلى تحسين المرافق والخدمات في القرى، لكن الحياة لا تزال بدائية قياسا لمستويات المراكز الحضارية في الفلبين. And for that, the farmers need to be able to hold their breath for quite a while. يرتدي جميع المحصول أغطيات الرأس التي تقيهم من حرارة الشمس اللافحة. قد يبدو الأمر سهلاً، لكنه عمل شاق يقطع الظهر. وأهم جزء في هذا العمل لا يتم على سطح الماء لكن في أعماق المياه، ولهذا يحتاج المزارعون إلى التمتع بالقدرة على كتم أنفاسهم لفترة من الزمن تحت الماء. وعند العودة إلى الشاطئ يقوم عمال آخرون بتقسيم الأعشاب البحرية وإعدادها للتجفيف قبل أن تشحن ثانية إلى سيبيو لتحول إلى كراغن. بانسون داكي كبير المديرين التنفيذيين في شركة تشامبرغ يقول: عندما يتعلق الأمر بالأعشاب البحرية تعتبر الموارد غير محدودة، فالبحر يمثل 3/4 اليابسة وهو غير محدود، لذلك أعتقد أن هذه الصناعة أمامها مستقبل أفضل. لقد اكتمل تقريبا مصنع جديد لمعالجة الأعشاب البحرية، كما أن الطلب على المنتج يتزايد بسرعة. لقد زادت المبيعات في 20 سنة الماضية، وهناك خطة لمضاعفة المساحة المزروعة خلال السنوات الخمسة القادمة. الاقتصاد الفلبيني يستفيد كثيرا من التوسع في سوق الكراغن، وبصرف النظر عن الأرباح الناجمة عن زراعة وتصنيع المنتج نفسه، هناك أيضا طلب جديد على إقامة المصانع والخدمات اللازمة لدعم تلك الصناعة. يكسب غالبية الفلبينيين من هذه الزراعة، والزراعة على الأرض أو تحت الماء تشكل جزءا من نسيج الحياة هنا. بالنسبة لزارعي الأعشاب البحرية وأسرهم، تمثل الكراغن مهنة مربحة وتقليدية، أما بالنسبة لنا فإن الآيس كريم لن يكون طعمه مثل الطعم الذي اعتدناه مرة أخرى. والآن أصدقائي، دعونا نطوف شرق غرب شمال وجنوب الكرة الأرضية مع ألوان حول العالم. تسعة من دببة الباندا المعرضة للانقراض في الصين تم إنقاذها عبر حراس المنتزهات الطبيعية في سيشوان. لقد تم اكتشاف عدة دببة ميتة في مناطق عديدة من سيشوان في شهر أكتوبر الماضي وحتى شهر مايو، وتم إنقاذ 5 دببة منها وأطلقت في البرية، بينما تم إبقاء 4 تحت العناية في مركز الأبحاث الموجود في المنطقة. نسبة للإحصائيات التي صدرت مؤخرا، هناك 1000 باندا في الصين، 800 منها تعيش في محميات و33% تعيش في سيشوان.另外的话呢，就是那么保护区内和保护区外，它实际上没有一个明显的、很明显界限。我这边生存环境好，那么大熊猫的话呢，会逐渐的往我们这保护区移动。据了解，这项业已开始的跨世纪保护大熊猫工程，总投资近3亿元人民币，计划在10年内全面完成。这是中央台和四川台报道的。 رجل فضاء أمريكي يدعى نورمان ثاغار حطم مؤخرا الرقم القياسي العالمي للرواد الأمريكيين، فقد بقي في الفضاء مدة 84 يوما وساعة و16 دقيقة. في مؤتمر صحفي عقد في محطة مير الفضائية حيث عاش نورمان وعمل لمدة 3 سنوات،
قال رجل الفضاء البالغ من العمر 51 عاما بأنه كان سعيدا وكان من الممكن أن يقضي وقتا أطول في الفضاء. ثجار أيضا هو أول رجل يركب سفينة فضائية روسية، وكان يجب أن ينتهي من مهمته في بداية يوليو الماضي، ولكن الرقم القياسي لا يزال بعيدا جدا عن الرقم الذي سجله الروس. النجم الإنجليزي إلتون جون قام بالتسوق في شوارع موسكو قبل أن يأتي موعد الحفل الذي أقيم في قصر كرملين الكبير. لقد زار النجم محلات فيرساتشي في وسط موسكو وبقي هناك تقريبا نصف ساعة دون أن يبتاع ولا قطعة واحدة، وبينما كان يتجه نحو المحل تابعه بعض معجبينه الروس. في الليلة التالية غنى إلتون جون لأول مرة منذ 16 سنة في قاعة الحفلات في الكرملين الكبير. القاعة كانت مليئة مع أن البطاقات لم تكن رخيصة الثمن. حضر الحفل 5000 روسي ممن يحملون اسم نوفوريش أو نيوريتش، وسعر البطاقات العالي قد خلق جوا من الانتقادات لأن المعجبين العاديين لم يستطيعوا حضور الحفل، لكن إلتون جون وعدهم بالتعويض. يقول إلتون: لم أكن أعلم كيف ستكون ردة فعل الجمهور لأننا لم نأتي منذ عام 79 ولم أغني هنا مع فرقة من قبل، وأعتقد أنني ذكي بما فيه الكفاية لأعلم أن البطاقات غالية، لكن الليلة كانت جيدة، بدأت بطيئة بعض الشيء لكن أصبحت رائعة في النهاية، ونحن نود العودة والغناء في الخارج في موسكو وفي سانت بيترسبورغ حيث أسعار البطاقات ستكون أرخص بالطبع. نسبة إلى الأساطير القديمة، إن اختفاء الغربان عن برج لندن هو بمثابة الإعلان عن انتهاء مرحلة الحكم الملكي في البلاد. المسؤولون عن البرج لا يريدون المجازفة، وقد أطلقوا 2 من الغربان تم جلبها من سكوتلندا لضمان استمرارية الحكم الملكي. بني البرج لأول مرة ليكون قلعة حربية على ضفاف نهر التايمز، ثم تحول إلى سجن، وهناك تم إعدام زوجة هنري الثامن أن بولين والليدي جين غراي، واليوم أصبح البرج متحفا وواحدا من أكثر الأماكن اجتذابا للسياح. Which unfortunately they always do, and that can't be stopped. Hello, Mother. Oh, you are one of the press. I couldn't quite see you. Okay, folks, well, this one's got to go back in. Okay, right, thank you. Really it's hard doing like the club. Yeah. Thanks, Jeff. لقد تم نقل الأحصنة النادرة الوجود من حديقة ميناتا للحيوانات في أستراليا لتلتحق بالأحصنة الأربعة في وسترن بلين زو، وهذا النوع من الأحصنة المنغولي أصبح اليوم نادرا وقد يصبح بالإمكان المحافظة عليها بعد هذا الاختبار الذي أطلق في أستراليا. Worldwide breeding program, which has saved the Przewalski horse from extinction, the animals are finally being returned to their native. اليوم تم إطلاق الأحصنة في صحراء غوبي خارج منغوليا حيث انقرضت هذه الحيوانات منذ عام 60، وقد تم نقلها عبر الجو من أستراليا إلى الصين.
حوالي 1000 حصان تمكن من العيش في حدائق الحيوانات، بينما لم يتمكن ولا حصان من العيش في البرية. ويقولون أن تاريخ تلك الأحصنة يعود إلى العصر الحجري. It's good to be able to show that we can do these things, and this is just one species, and of course, you know, we apply the same principles to other species. The horses will undergo pre-export quarantine and testing before they fly out in early June. العرض 41 للطائرات في باريس حطم رقما قياسيا، إذ تم عرض 220 طائرة مع عرض واسع لآخر المبتكرات العسكرية في عالم الطيران. العرض الجوي والذي استمر 9 أيام هو مشهد سنوي من الاتفاقيات المهمة التي تتم في حقل الطيران. أما الطائرات الأمريكية المعروضة فتتضمن البي 2 والبوينغ 777، والتي تعتبر أوسع طائرة بمحركين. القائمون على المعرض يقولون أن هناك 1630 قطعة معروضة أتت من 41 دولة مختلفة. للأسف وصلنا لنهاية برنامجنا، على أمل أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. لكم مني أجمل وأرق التحية، وإلى اللقاء.